تعاملهم زين يعني، بس المشكلة ماكو بالأخير يعني تأخير بس بالمعاملة. الناس أنا عندي نهاية خدمة قبل 6 أيام، أهل بغداد قالوا راس شهر تستلم. بغداد اجى راس الشهر، صبرت 6 أشهر سنة، رحت لهم قالوا من نوزع نهاية خدمة تستلمها. وزعوا أخير شي مليت، طلعت راجعت من النوم، رحت هناك على المدير باسم، يمكن سال باسم، قال اخوي انت مستحق يعني عندي خدمة 42 سنة. قال شلون مستلم؟ قلت له كل اجي عليكم تقولي راس شهر تستلم. ما اعرف لا من الناس ما عندهم تقسيم، يعني من يجي عليهم يتعاملون يعني زين، بس منكم بغداد ما جاي يمشون المعاملات. وهسه قلت لك صار لي تقريبا 2 سنين اراجع نهاية خدمة قبل ما اقول لك ممتاز جدا، بدليل هذا العدد الكبير من المراجعين كلهم تمشي معاملاتهم بشكل طولي. يعني ما صار دقيقتين كملوا المعامله مصري. لا ماكو مشكله نهائيا، فشكرا لكم وشكرا لهم. والله الاجراءات حل زينه ومتعاونين ويانا، وبس تنطيهم اي حاجه هويتك يمشوا لك شغلتك. ابد ماكو اشكال ولا تاخير ولا كل شيء ماكو. انا هسه قاعد هنا مو على المتاخير، قاعد هنا انتظر واحد اروح عليه. السبب عندي كان راتب رعايه قبل، احنا ذوي الشهداء قاطعين الراتب نص ساعه يستقطعون اللي استلمتهم. احنا ضحايا الارهاب على اساس ما مشمولين، يعني الكتاب المطنع يا احنا ما مشمولين. هذا راتب مستفيد مو راتب تقاعد، هسه قاطعين نص الراتب مالي. فجينا هسه نراجع نشوف الرعايه زين، كل جيد، كل لا ماكو اي مشكله، لا ماكو اي مشكله، وزينين وكلش يعني تعاملهم زين.